بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. قام فريق لوردس موبايل بعد تعاونهم مع اس دبليو باختراع وحش جديد سموه الروح المدرعة، وهذا الوحش هو الوحيد اللي يعطيك صندوق القتال، وهذا الوحش له ثلاثة مستويات: المستوى الأول والثاني والثالث. بحثت عن الرابع والخامس لم أجد. وقوة هذه الوحوش مثل باقي الوحوش القديمة، وإذا أردت الحصول على الكثير من عملات القتال فعليك بصيد هذا الوحش، لأنه هو الوحيد اللي يعطيك صندوق القتال، وصندوق القتال يتميز بجوائز متعددة: عملات القتال ولفيفة النجوم وفرشاة الآثار وحزم القمح. فعليك بالجد والاجتهاد في صيد هذا الوحش في هذه الفترة حتى تستطيع شراء أكبر عدد ممكن من الجوائز الموجودة في متجر القتال. وفي الختام لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.